عموما خلاص احنا زي ما قلت لحضراتكم هننتظر الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل وهنشوف، وطبعا بناء على بيانات اللي هيصدر. بيانات دي تعبه ناس كتير على فكره بالمناسبه، وانا بتكلم مع حضراتكم كل ما النادي الاهلي يصدر بيان. حضراتكم عايزين النادي الاهلي يتواصل مع جمهوره ازاي؟ لكل من لا يشجع النادي الاهلي بيقعدوا يقول لك اصل البيانات والكتير والتريقه طيب عندما يريد ان يتواصل النادي الاهلي رسميا مع جمهوره يتواصل ازاي؟ ما هو بيقول لهم يعني النادي الاهلي مجلس اداره النادي الاهلي بيطلع بيان يقول فيه يا جماعه والله البيان احنا 1 2 3 او هنعمل الفتره الجايه 1 2 3 عشان الجمهور يبقى عارف، بيشرح فيه وجهه نظره من خلال الصفحه الرسميه والقناه الرسميه للنادي بس. ادي الموضوع طريقه تواصل مع الجمهور بس، وقرارات بيتم اتخاذها.